حاله الملعب يا جماعه، حاله الملعب بتاع النادي الاهلي وبتاع نادي الزمالك. انا شفت بقى انا شفت الملعبين يعني شفتهم. حاله السيرفس نفسها بتاعت الملعب تخلي اي مسؤول في الانديه دي لازم ان هو يخجل من نفسه. الملاعب اللي الولاد الصغار حتى بيتمرنوا عليها، ازاي هتطلع لك لعيب كوره كويس؟ ازاي النهارده هتطلع لعيب كوره كويس وانت الملعب اللي هو اللي انت بتعلمه ان هو ازاي يعمل باس محترم، الكواليتي بتاعت الباس، الفوليوم بتاع الباس، ازاي يستلم، ازاي اللي هي اساسيات الكوره اللي برشلونه مثلا بنوا بيها لاماتسيا مثلا، واقتبسوا فكره الكوره من اياكس الحته بتاعتهم وعملوها. هل كانوا يقدروا يا جماعه يعلموا الولاد الصغيره او حتى لعيبه الدرجه الاولى اي شغل من غير ما يكون عنده ملعب محترم؟ عشان كده بقول لكم ايه، وانا بتكلم على فكره الملعبين دول انا بقول لكم اهو، لو انتوا ممكن تكونوا شايفينهم من بره كده ان هم كويسين، لو نزلتوا ومشيتوا فيهم الملاعب دي ملاعب محتاجه لازم ان هي تتطور.